وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من مصر إفريقيا على شاشة إكسترا نيوز. أنا شادي شاش، وهذه نافذة نطل منها على القارة السمراء لنتعرف على تطوراتها السياسية والاقتصادية وفنها وثقافة شعوبها وعاداتهم وتقاليدهم. اليوم نأخذكم في هذه الجولة الإفريقية المتنوعة، ونبدأ الحلقة بالحديث عن العلاقات المصرية الرواندية. العلاقات المصرية الرواندية هي علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 40 عام. يتمتع البلدان بتفاهم في الرؤى ووجهات النظر في العديد من الملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما في العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية مثل كوماسا والاتحاد الإفريقي وغيرهما. كما كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال رواندا عن الاحتلال البلجيكي في عام 1962، وكانت أيضا من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في العاصمة كيغالي عام 1976. إليكم التفاصيل في العرض التالي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية لك سعادة السفير، إذن كيف ترى هذه العلاقات المصرية الرواندية في الوقت الراهن؟ يعني طبعا هي رواندا من الدول الأفريقية اللي حققت تقدم اقتصادي كبير جدا خلال فترة قصيرة، ونجحت فعلا عشان تصل إلى مرتبة الاقتصاديات الصاعدة في أفريقيا. ايضا مصر بتعمل وفق استراتيجيه خاصه بها قايمه على فكره التعاون ودعم قدرات التنميه في الدول الافريقيه، وبالتالي كانت هذه المبادره باقامه مستشفى في كيغالي، اعتقد ان هي كانت في هذا الاطار، اطار الاستراتيجيه المصريه النشطه في هذه الايام بالذات بدعم العلاقه مع الدول الافريقيه باطار الربح للجميع. ما فيش دوله يعني هيكون لها استفاده ودوله اخرى مش هيكون لها استفاده. من هنا بشوف ان هذه الشيء اعتقد هي مفيده جدا في اطار التعاون الافريقي، وفي نفس الوقت بتدي رساله لدول افريقيه اخرى يمكن تكون خلال الفتره الاخيره تعمدت ان هي يكون عندها قدر من يعني التصرفات المنفرده التي لا تتسق مع روح ميثاق الاتحاد الافريقي. ومصر هتستمر في استراتيجيتها برغم اي عوائق او اي تصرفات منفرده من بعض الدول، واعتقد ان هو ده الاطار الصحيح لدعم العلاقه مع الدول الافريقيه. فانا يعني بشوف ان في نشاط كبير للدبلوماسيه المصريه خلال الفتره الاخيره في التعاون مع دول افريقيه زي على سبيل المثال تنزانيا، جيبوتي، اوغندا. والان وصلنا الى كيغالي في رواندا. اعتقد هذا الامر
يعني يخدم فعلا الدبلوماسيه المصريه ويخدم المصالح المصريه. صحيح، يعني ومنذ اسابيع وضع وزير الخارجيه سامح شكري حجر الاساس لمركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب، ايضا هذا له وقع على العلاقات الشعبيه بين البلدين سعاده سفير. طبعا اكيد مصر حريصه على ان هي تقدم يعني خدمات للشعوب الافريقيه، ويمكن حضرتك تتفق معايا ان هناك دورات تدريبيه كبيره في مجالات متعدده. صحيح، الشباب الافريقي في مصر سواء كان شباب الدبلوماسيين او شباب الاعلاميين او حتى في الاكاديميات العسكريه في مصر، فاعتقد ان هو ده الداعي الصحيح لدعم العلاقه ودعم علاقات الاخوه والصداقه مع الدول الافريقيه. ومصر هي بتتحرك على في عده مستويات بحيث ان هي فعلا تصل الى بس مجرد علاقات جيده مع القاده ولكن ايضا مع الشعوب، وده امر مهم جدا في الفتره الحاليه. وحتى على المستوى العلاقات الجيدة مع القادة، يعني الرئيس السيسي أيضا قام بزيارة لرواندا، كان أول رئيس مصري يزور البلاد. طبعا الرئيس السيسي قام بعدة زيارات، يعتبر فعلا أول رئيس مصري، راح جيبوتي كمان أيضا. أيوة. ودول كثيرة كان أول رئيس مصري فعلا يزورها. الرئيس السيسي معني تماما بالعلاقات مع الدول الإفريقية، وحتى بيتحدث كثيرا في محافل دولية باسم القارة الإفريقية، ودائما بينبه لأهمية أن المجتمع الدولي يقدم كل المساعدات للقاره الافريقيه سواء كان كفر كورونا او تغيرات المناخ او غيرها من يعني المسائل المستجده على جدول اعمال المجتمع الدولي. طب سعاده السفير، لما نيجي نتحدث عن العلاقات الثنائيه بين مصر ورواندا، طبعا رواندا كما ذكرت حضرتك هي من الاقتصادات الصاعده في افريقيا، وايضا مصر، اذا كيف يمكن يعني استغلال هذا في تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين؟ طبعا حضرتك تعرف ان في شركات مصريه كثيره بدات في الاستثمار في بعض الدول الافريقيه او اقامه مشروعات مشتركه مع هذه الدول، ويمكن احسن مثال لذلك الموضوع السد التحتاني. أيوة. اللي بتقوم به شركات مصريه، تحالف لشركات مصريه كثيره، واعتقد ان هو مشروع ناجح وفعلا هيكون هو ده يعني الرمز الاساسي للتعاون المصري الافريقي في الفتره القادمه. اعتقد ان مثل هذا النهج ممكن ان هو يعمم ويتواجد الشركات المصريه بشكل اكبر. حضرتك عندنا في غينيا الاستوائيه على سبيل المثال في شركات زي مولين العرب على سبيل المثال بتبني مدن في هذه الدوله، وفي تشاد وفي النيجر، في دول كثيره الشركات المصريه موجوده فيها، واحنا لازم نشجع هذا يعني او هذه السياسه بحيث ان احنا القطاع الخاص المصري ايضا يتواجد في القاره الافريقيه بشكل مكثف، واعتقد ان هي كلها قصص نجاح وممكن انها تزيد في الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق على هذه المداخله. والى السياحه وسحر الطبيعه ايضا في دوله رواندا. تتميز رواندا او مدينه الالف تل التي تقع في منطقه شرق افريقيا بالطبيعه الخلابه، وتعد ايضا المنبع الرئيسي لنهر النيل، وتشتهر باحتوائها للفصيله النادره من الغوريلا الجبليه، بالاضافه الى العديد من الغابات والجبال والوديان والبحيرات والحياه البريه الوفيره، لذلك اطلق عليها لقب سنغافورة إفريقيا. التفاصيل في العرض التالي. We'll be right back.
وإلى تطورات الأوضاع في السودان. ففي الثاني من يناير أعلن رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبد الله حمدوك استقالته من منصب رئاسة الحكومة، وذلك في كلمة متلفزة نقلها التلفزيون الرسمي. تفاصيل أكثر في العرض التالي وألقاكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في وقت تتسم فيه العلاقات بين مصر وتشاد بالتميز وكذلك التنسيق الدائم والمستمر على الأصعدة كافة، قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس دابي نجل الرئيس التشادي الراحل إدريس دابي بزيارة إلى مصر. التقى خلالها الرئيس السيسي وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه قد تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج العناصر الأجنبية المسلحة هناك من مرتزقة وإرهابيين، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري إلى المحيط الإقليمي. إذن علاقات وثيقة بين مصر وتشاد، ملفات مهمة على طاولة البلدين، نطرحها على الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بك يا أستاذ أكرم، وبداية كيف تقرأ زيارة رئيس المجلس العسكري لجمهورية تشاد إلى مصر ودلالات توقيت الزيارة؟ هو طبعا يعني زيارة رئيس المجلس العسكري تشاد مهمة في التوقيت وفي المكان كمان، لأنه تشاد من دول الجوار لليبيا. تشاد وعلاقات مصر الأفريقية بشكل عام هيش علاقات تكتيكية، علاقات استراتيجية سواء مع تشاد أو الدول الأفريقية بشكل عام، لكن التوقيت مرتبط بما يجري في ليبيا وأهمية التوافق على إخلاء ليبيا من المرتزقة، خروج القوات الأجنبية، ودي الهدف الرئيسي اللي حددته مصر منذ البداية لدعم المسار السياسي في ليبيا. لأن طبيعي أنه أي استقرار في ليبيا بينعكس على دول الجوار، وطبعا استقرار ليبيا جزء مهم قوي من الأمن القومي المصري ومن أمن تشاد ودول الجوار عموما سواء دول المغرب العربي أو غيرها. فالتنسيق ضروري في هذا التوقيت،
والحقيقة أن العلاقات المصرية التشادية علاقات ممتدة وقديمة يعني، ودائما مصر بتقدم أفكارها، بتقدم فرص، بتقدم علاقات دائمة للتدريب، لمراكز طبية، يعني هذه الخطوات مستمرة عموما في السياسة المصرية على مدى الثمان سنوات الأخيرة ضمن علاقة الدائرة الأفريقية اللي هي الدائرة الاستراتيجية المهمة لمصر. وبالتالي فتشاد دولة مهمة جدا في أفريقيا، وطبيعي أنه يكون في تنسيق مش بس في ليبيا، كمان تنسيق في كثير من الملفات. صحيح، يعني أيضا يمكن التنسيق بين مصر وتشاد فيما يتعلق بوأد الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية لبسط السلم يعني والأمن في المحيط الإقليمي. هذا أيضا هو تعاون هام بين مصر وتشاد أستاذ أكرم. ده صحيح طبعا، لأنه احنا عارفين أنه بعد اللي حصل في داعش في سوريا والعراق بدأت هذه الفلول تتجه إلى أفريقيا، إلى غرب أفريقيا، إلى بعض المناطق، ومنها تشاد ومنها بعض الدول العربية أو الدول في غرب أفريقيا. وبالتالي ففي الصحراء عموما تركيز كبير لبعض البؤر، من المهم جدا أن يكون في تنسيق شامل مع الدول الأفريقية لمواجهة مش بس الفكر المتطرف، كمان هذه التنظيمات وبؤرها المختلفة، لأنه حركتها سواء من ليبيا أو إلى ليبيا ستكون مهمة. ضبط الحدود، حدود ليبيا، ده في حد ذاته شيء مهم. التنسيق فيما يتعلق بتمويل هذه التنظيمات أو التوجيهات اللي بتتلقاها أو علاقاتها مع أنشطة متطرفة أخرى، تنظيمات زي بوكو حرام أو غيرها اللي هي انعكاس لداعش. وأظن أنه في سياق كبير، لأنه يعني في أكتر من دولة بتواجه الفكر المتطرف، ومصر لديها تصور استراتيجي أنها لازم تواجه التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة على أكتر من جبهة، سواء جبهات التمويل أو التخطيط أو الحركة، وسواء في ليبيا أو خارج ليبيا في مناطق أفريقيا المختلفة في تركيز لهذه التنظيمات. وبالتالي من المهم جدا أن يتم التنسيق في مواجهتها. أيضا حضرتك ذكرت أنه علاقات مصر بأفريقيا هي علاقات استراتيجية طبعا وليست علاقات تكتيكية، إذن التعاون بين مصر وتشاد لا يقتصر فقط على المجالات اللي حضرتك ذكرتها، بل أيضا يمتد إلى تعاون اقتصادي. في تعاون اقتصادي، في تعاون تبادل تجاري بين مصر وتشاد بيصل إلى 23.5 مليون دولار من 2018. في مصر بتقدم مساعدات طبية ضمن المبادرة الشاملة لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، دي حاجة مصر لها وحدة للفيروسات الكبدية تحت شعار تحيا مصر أفريقيا في مستشفى أنجمينا المركزي في تشاد. يعني فدي كلها أنشطة بتؤكد فكرة الدائرة الأفريقية. مصر احنا عارفين دويرها الاستراتيجية المعروفة، الدائرة العربية الإسلامية الأفريقية، وكمان الدائرة المتوسطية، ومصر رابط بين كل هذه الدوائر الحقيقة وبتحييها. وبالتالي فالعلاقة ما هيش علاقة وقتية مثلا أو تكتيكية، لا صحيح. وأيضا في مساعدات طبية إلى تشاد ضمن مبادرة علاج مليون أفريقي فيروس سي، وخبرات ومشروعات مختلفة وتبادل تجاري، وفي علاقات تجارية ممتدة. يعني الحقيقة ده جزء من سياسة مصر المستمرة في أفريقيا باعتبارها هي الدائرة ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمصر. صحيح صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا عبر سكايب. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء في جولة إفريقية جديدة الأسبوع القادم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.